برحب بدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. دكتور هشام أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عمرو وبكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير، يعني ارجو حضرتك بقى تقول لنا هذه القواعد بقى الجديده والبحبوحه اللي حصلت النهارده، يعني فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه في المساجد. في البدايه بقول لكل مصري وكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وكل الناس والعالم كله يا رب دايما بخير وبسعاده وهنا بمناسبه استقبال شهر رمضان المعظم. بقول لحضرتك البشاير ظهر في هذه الايام المباركه مع استقبال هذا الشهر العظيم. يمكن احنا قلنا ان صلاه التراويح ان شاء الله باذن الله ستقام هذا العام بنفس الضوابط بتاع العام الماضي، لكن البشاير السنه دي بتقول ان ان شاء الله باذن الله هيكون في درس في صلاه العصر، وان شاء الله هيكون في خاطره في صلاه التراويح. والباشرة الأخرى للسيدات الفضليات إن شاء الله بإذن الله مصلى السيدات سيكون مفتوح بإذن الله بإشراف واعظة أو معلمة أو أي أخت فضلة هتكون هي مسؤولة عن هذا المكان. عشان خاطر حضرتك عارف إحنا ما زلنا بنقول أن لابد من المحافظة على التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط صحيح. التي أقرها أهل الشأن في ذلك. احنا محتاجين من خلال برنامج حضرتك ومن خلال الساده المستمعين عايزين ناكد، ودايما بنقول ان الراي الدين في هذا الامر، يعني ما ينفعش نقول دلوقتي ما في ناس كتير فتحت او مثلا ما نفتح وصلي توكلوا على الله ما فيش مشكله. لا، عايزين نقول ان الراي الديني والفتوى الدينيه في هذا الامر المتعلقه بالطب هي تتبع راي الطب، يعني ما ينفعش الشيخ هو اللي يفتي فيها، الدكتور هو اللي يفتي فيها ويتكلم ويقول رايه، لان ربنا قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فما دام اهل الطب قالوا احنا لابد من المحافظه والالتزام والتباعد لان الامر فيروس كورونا لم ينتهي بعد. مظبوط. فلا بد من الحفاظ بهذه الامور، فاحنا برضه صلاه التراويح ستقام في المساجد بنفس الضوابط والاحترازات والكمامه والنظافه. طيب بعض المساجد عشان اكون برضه صادق مع حضرتك، كنا بنلاقي مثلا السنه اللي فاتت نلاقي ان امام المسجد يعني والله شبه ان هو بيتوسل الناس لو سمحتوا البسوا الكمامه، لو سمحتوا البسوا الكمامه، عايزين نحافظ على الصلاه، مش عايزين اي اجراءات، ولكن بتلاقي بعض الناس يعني بتصر ان هي لا ترتدي الكمامة اثناء التواجد في المسجد، حتى في ناس ممكن في الساحة الخارجية ماشي فرضا يعني، ولكن في الداخل بتلاقي في صعوبة في ده، فالدور اللي هتقوم بيه الاوقاف في التوعية ايه، وفكرة توفير حتى الكمامات للي معهوش مثلا كمامة؟ ايوه، ما احنا عشان كده عملنا واحنا تم توزيع كمامات واصبح موجود في المسجد الان الكمامات موجودة، يعني هو لو داخل مش مصلي ممكن يقول لك طب انا نسيت الكمامة في البيت او معيش كمامة او مش لابس كمامة، اقول له اتفضل حضرتك ده زي السنه اللي فاتت برضه هيتم توزيع كمامات يعني. ان شاء الله باذن الله، ودوائر التعقيم والنظافه، وتم تشكيل غرفه عمليات برئاسه القطاع الديني والساده مدير المديريات ان شاء الله باذن الله علشان النظافه، وان شاء الله باذن الله بعد بكره يوم الثلاث في اجتماع مع الوزير الاستاذ الدكتور محمد رفاعي جمعه وزير الاوقاف، عامل اجتماع بالساده مدير المديريات على مستوى الجمهوريه في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه عشان ترتيب وتنظيم العمليه الدعويه في شهر رمضان الكريم. وعايز اقول لك يعني الناحيه الدعويه، يعني في توعيه دعويه في المساجد من ناحيه الدرس ومن ناحيه التراويح، ولكن في اكثر من 20 برنامج دعوي سيبث عبر القنوات في برنامج رؤيه لمعالي الوزير، وفي ملتقى الفكر الاسلامي ده في مجموعه عظيمه من الشباب، وفي سهره رمضانيه، وفي مسابقات رمضانيه بالتعاون مع اذاعه القران الكريم والتعاون مع صحيفه الجمهوريه، وفي بقى العمليه التكافليه المجتمعيه وزارة الأوقاف دايما وأبدا بتعمل عليها. أصبحنا الآن تجهيز نص أصبح النهاردة إحنا بنجهز أكثر من 2000 طن مواد غذائية علشان خاطر المساعدة الفقراء في هذا الأمر. طب كويس حضرتك فكرتني بالجزئيه دي، لان في ناس بتسال على الصكوك تبع الاوقاف، هل دي موجوده في يعني في مساجد معينه ولا موجوده في كل المساجد، يقدر اي واحد عايز يشتري صك ويقدر ان هو يديه لحد مثلا جار او حد معاه او حاجه محتاج لده، فده موجود في كل المساجد ولا في مساجد معينه؟ هقول لحضرتك بس احنا مجهزين نص مليون شنطه، عندنا 2000 طن سلع غذائيه و500 طن لحوم. اللحوم احنا يعني بفضل الله لما ربنا وفقنا في صكوك الاضاحي الحمد لله تم اطلاق مبادره صكوك الاطعام،
وده عبارة عن صك ب 300 جنيه فقط، ينفع كفارة وينفع نذر وينفع إطعام وينفع صح. بديل لحد مش هيقدر مثلا يعمل مائدة الرحمن، ينفع بديل لمائدة الرحمن. وده متاح في كل المساجد، في أغلب المساجد على مستوى الجمهورية موجود هذا الصك ب 300 جنيه. ويمكن احنا من خلال يعني 15 يوم لمينا اكثر من 3 مليون جنيه، وهذا يدل على كرم وتكامل والمواساه. وفعلا في ناس بتسال على صكوك الاوقاف، بتسال فعلا يعني جدا، فموفقين يعني ان شاء الله وربنا يكرمكم ويجازيكم خير على الدور برضو المهم ده الحقيقه. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.